لان دي لها وزارات مسؤوله عنها ولها هيئات مسؤوله عنها، المفروض انها احنا اللي انها تبقى يعني تقوم بالصيانه او الترميم او التاهيل. لكن البرنامج بتاعنا الحقيقه بيسعى الى الاسر اللي هي فعلا في حاجه الى الحمايه والى الدعم. يعني زي ما حضرتك عارفه انه دايما بيقول ان وزاره التضامن الاجتماعي لديها العديد من برامج الحمايه الاجتماعيه، برنامج تكافل وكرامه، برنامج التضامن الاجتماعي، برامج لرعايه الاعاقه، برامج لرعايه الاسره والطفل، كل ده الحقيقه، ثم مبادره سكن كريم اللي احنا شغالين فيها. لكن يعني ان شاء الله الدوله لها اتجاهات في ما يتعلق ب تمام. انا يعني كنت بسال للتوضيح بس يا باشمهندس. طيب في نقطه هنا، هل متطلب من الناس دي طبعا ده سؤال اتسالنا على الفيسبوك، هل متطلب من الناس او هذه الاسر ان هي تقدم اي حاجه او تعلن هي عن نفسها، ولا تستنى لما حضراتكم تروح لهم؟ احنا اللي بنروح لهم. لكن لو ان هناك اسره استشعرت انها تنطبق عليها الشروط الخاصه بان هم فعلا بيعانون من مؤشرات الفقر اللي موجوده وان بيتهم في حاجه الى تاهيل، وتقدموا الينا بطلب، واحنا بالفعل يعني يمكن حضرتك سالتي طب اللي مش مسجل في قاعده تكافل وكرامه بالظبط ممكن توصلوا له؟ طبعا نوصل له. هو بيبعت لكم ولا حضراتكم بتعملوا جولات ميدانيه طول الوقت؟ المناطق اللي احنا بنشتغل فيها اثناء المعاينه الميدانيه عندما يتضح وجود بعض الاسر اللي بتنطبق عليها الشروط وغير مسجله عندنا في قاعده البيانات بنضيفها. أيوة. وبنبحث حالتها وبناخد بياناتها وبندركها ضمن انشطه المشروع. في بعض المسؤولين او بعض الساده النواب اعضاء مجلس النواب بيجوا لنا ويقول والله احنا في حالات في المناطق بتاعتنا بتحتاج الى انها ينظر اليها كاسر اولى بالرعايه وممكن ادراكها في سكن كريم. بنبحث حالتها على الفور وبنراجعها ميدانيا ونتاكد من صحه هذه البيانات والمعلومات وبندركها معانا في البرنامج. طب ايه اكبر عائق بيقابلكم في تنفيذ هذه المبادره؟ اكبر مشكله ممكن تكون ايه؟ التمويل. التمويل بس؟ التمويل ودي نمره واحد، يعني لانه احنا لغايه دلوقتي المرحله الاولى ربما تكون محتاج تمويل اكتر من المتاح عندنا موارده دلوقتي، يعني احنا عندنا موارد دلوقتي خصصناها من وزاره التضامن في مساهمات معانا من الجمعيات الاهليه الشريكه ومعانا جمعيات محترمه جدا شغاله معانا. تمام. وفي دخل بعض رجال الاعمال وبعض القطاع الخاص في دعمنا بالتمويل، في 100 مليون خدناهم الحمد لله بمبادره كريمه من الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف من وزاره الاوقاف، وهنبتدي كويس وتم توقيع البروتوكول التعاون الاسبوع اللي فات. فاحنا يعني عاوزين المزيد من التمويل، وفي بعض مبادرات من القطاع الخاص لا باس بها الحمد لله دخلت معانا في هذا، وفي شركه بترول في دخل برضو البحر الاحمر سمعت عن البرنامج فسالونا. أيوة. سمعت عن البرنامج. ما هو انا دي بقى انا بالنسبه لي يا فندم النقطه الاكثر من التمويل، عشان كده انا بسال سيادتك، التسويق للمبادره لازم. البركه فيكم. ما انا عارفه البركه فيكم. لا يعني انا طبعا يعني. احنا طبعا لينا دور كبير جدا، بس انا دائما بؤمن ان مثل هذه المبادرات الانسانيه خصوصا من وزاره التضامن، لان معظم مبادرات وزاره التضامن بتعمل في هذا المجال الانساني والتكامل الاجتماعي اللي احنا دائما بندور عليه. الاعلان عنها او مثلا الحملات الاعلانيه عنها لازم تكون مكثفه جدا، وحتى اذا جبت يعني اعتقد ان بواجبات وطنيه على الجميع حتى لو شركات خاصه او مجموعه من الشخصيات العامه او الفنانين ان هي تعلن عن ده، لان هم يا فندم بيعلنوا عن الجمعيات الخاصه، يعني احنا بنشوف طول رمضان اعلانات للجمعيات الخاصه فنانين وشخصيات عامه وحاجات زي كده، فاعتقد ان طبعا عشان نكمل الدور، انا ما بقولش مثلا ان ده حلو وده وحش، بس انا بقول ان انا اعتقد ان الاولى لو هم مبادره التضامن الاجتماعي هتعمل حاجه زي دي، فانا اولى ان انا اعلن عنها بشكل مجاني على الاقل اكون شاركت باجري في هذه المبادره، لان يعني ما طبعا ميزانيه ان احنا نعمل كامبين او اعلانات بتكون ميزانيه كبيره. أكيد. فهي دي بس النقطه اللي انا دايما بطالب علشان كده حضرتك احنا بنشتغل، مش عايز اقول في صمت، بالعكس احنا بنسعى تماما الى انه اي مبادره او اي قرى نشتغل فيها انه يتم الاعلان عنها.
حتى يكون ده تحفيز وحافز قوي للراغب المبادرة، أو على الأقل تعريف بها، ربما تلفت أنظار بعض الناس الباحثين عن ما أنا بقول لحضرتك الشخصية المساهمة في المسؤولية الاجتماعية. ويعني في ناس كتير والله الحمد في مصر بيسعوا إلى الخير، يعني دعم التنمية الاجتماعية، بيسعوا إلى المشاركة بالزكاة الأموال أو بالتبرعات في مثل هذه المشروعات. فإحنا طبعا بنسعد لما بيعلن عن هذه المبادرة، لما بنمضي أي بروتوكول أو اتفاق للتعاون بخصوص هذه المبادرة بنعلن عنه، والصحافة والإعلام بتتكلم عنه، ومعالي الوزيرة بتدي بيانات عن مضمون هذا البروتوكول وتوجهاته وقيمته ومين اللي هيشارك فيه من الأطراف، سواء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو من القطاع الخاص أو إحنا كوزارة التضامن الاجتماعي. وبالتالي يعني بنحاول إن إحنا نلفت الأنظار، لكن اللي هيلفت الأنظار أكتر إن ربنا يوفقنا ونحقق المستهدف من هذا العمل على الأرض، والعمل على الأرض طبعا. إن الناس يجي تشوفه وتصوره ويشوفوا حال البيت كان إيه قبل التأهيل وكيف أصبح بعد التأهيل، وكيف إن المواطن تحسنت ظروفه البيئية والصحية والخدمية في مكانه بعد تدخل هذه المبادرة. تمام، يعني أنا الحقيقة بحيي حضرتك وبحيي وزارة التضامن على هذا المجهود وكل من شارك في مبادرة سكن كريم. أتمنى لو في حد سمعنا، سواء يعني هو شخصية عامة أو حد عنده فكرة للإعلان أو حد متبرع بفكرة، متبرع بمجهود، متبرع بأن هو يعلن عن هذه المبادرة، ده يعتبر منه واجب وطني، ويعتبر أيضا تعتبر مشاركة منه في هذه المبادرة. مش شرط المشاركة هنا هتكون تمويل أو فلوس، بس احنا هنشارك كل واحد في مكانه بالطريقة اللي يقدر عليها، اللي يقدر يتكلم عن الموضوع زي ما عملنا النهاردة يعمل، اللي يقدر يعلن بطريقته الخاصة يعمل. إذا كان عندنا شباب عندهم أفكار حلوة كتير جدا ويقدروا ان هم يروحوا مع الناس ويتكلموا معاهم ويصوروا قبل وبعد، عندنا مواهب كتيرة جدا، اعتقد ان احنا علشان نحقق فكرة او مصطلح التكامل او التكافل، خلينا دايما نكون على دراية بمشاكل بعض. انا بشكرك جدا يا فندم، وبحيي حضرتك مرة أخرى، مهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة، تحياتي لحضرتك وشكرا. شكرا لحضرتك ولقناة دريم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أنها تكون زي ما حضرتك قلتي فرصة للتعرف على هذا البرنامج الإنساني، ودعوة جميع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص للمساهمة ودعم هذا البرنامج الإنساني. قبل ما نروح للفقرة التالية هنشوف مع بعض فيديو عن